واصل هذه التغطية بجانب الفنانة نوال الزغبي على الهواء مباشرة على الفضائية الأردنية. مرحبا، يعطيك العافية نوال. شكرا، الله يعطيك العافية. للكاميرا الله يخليكي. تابعتي الرالي اليوم؟ رالي الأردن. ما بسمع. ما بتسمعي؟ طيب نحكي يعني شو راح تقدمي لنا اليوم بهالرالي؟ يعني انا اليوم كثير سعيده انه موجوده معكم بهالحدث، وراح غني ابتهاجا لهالمناسبه. يعني عندك هوايه السيارات الراليات؟ لا، انا بسوق بسرعه اصلا. يعني حبيتي هالراليات؟ ممكن مستقبلا تفكري بالمشاركه؟ لا. لا ما بتحب السرعة؟ بحب السرعة بس أنا نعم الرالي لا. شو رأيك بالأردن؟ الأردن بتجنن، بلد الثاني. وهون الشعب يعني كل الشباب والصبايا بحبوا نوال الزغبي، شو بتحكي له؟ أنا بحبهم كثير وبحب دائما أكون موجودة بمناسباتهم السعيدة، وإن شاء الله على طول هيك في مناسبات. شو جديد نوال الزغبي؟ الجديد عندك؟ ألبوم جديد إن الله راد، وتصوير أكثر من كليب. طيب نتمنى لك التوفيق نوال، ويعطيك العافية، وسعداء بوجودك معنا برالي الأردن الدولي 2006. شكرا، وأنا بتشكركم كثير. وطبعا وجود نوال الزغبي خطفت الأنظار من السائقين الفائزين، الكل بتصور مع الفنانة العربية المشهورة، من منظمين، من سائقين، من متطوعين ومن متفرجين. أول مرة بشارك في رالي، دعيت على رالي قطر بس قدرت رحت، بقى أصريت أن أشارك معكم اليوم، ومبروك لكل اللي فازوا، وكتير سعيدة أني موجودة معكم اليوم. يا هلا، شو رأيكم نسمع أغاني حبيتوها؟ أوكي؟ يلا.